عزيزي المتابع، أيا كان الوقت والمكان الذي تشاهدني منه الآن، فمرحبا بك على قناتي. على العموم إخواني، السلك المستعمل في تلحيم الدوائر الإلكترونية فهو يتكون من 60% من القصدير و 40% من الرصاص. هذا الخليط إخواني عند احتراقه فهو يطلق دخان سام جدا، عند دخوله في الرئة فهو يسبب سرطان الرئة، كما أن دخوله في مجال العين يسبب قصر النظر. لذلك خصصت موضوع حلقة هذا اليوم لصنع جهاز احترافي لشفط الدخان أثناء التلحيم، حيث إن شاء الله سوف نصنعه من مواد بسيطة جدا. وحتى لا أضيع وقتكم الثمين، فقد تابعوا معي هذا الشرح. أول شيء إخواني، نحن بحاجة إلى مروحة كمبيوتر أو مروحة حاسوب قديمة، فهي غنية يعني التعريف كما تعلمون. نحن بحاجة إلى مروحة 12 فولت من الحجم الصغير، يمكنك إيجادها في الخردة. ثم نحن بحاجة إلى قطعة من هذا الأنبوب الذي يتواجد في الغسالات القديمة وكذلك في المكنسات إلى غير ذلك، بل وأكثر من ذلك فهو يباع بالمتر عند بائع قطع الغيار. نحن بحاجة إلى أنبوب بطول 50 سنتيمتر أو أقل على حسب ما توفر لديك. ثم نحن بحاجة إلى علبة طعام مثل هذه العلب، فهي متوفرة أيضا بكثرة، علبة بغطاء. ثم نحن بحاجة إلى شاحن من فئة 12 فولت من أجل تشغيل المروحة، شاحن واحد فقط فهو يفي بالغرض. ثم نحن بحاجة إلى هذه القطعة أو ما يسمى بالكونيكتور مع الرأس الخاص بها، يمكنك أيضا انتزاعها من الأجهزة القديمة. في حالة عدم توفرك عليها فيمكنك ربط الأسلاك مباشرة. نأخذ العلبة الخاصة بنا ثم نأخذ المروحة، نقوم بإزالة غطاء العلبة ثم نقوم بوضع المروحة في مكانها، ثم باستعمال قلم سوف نحاول رسم خطوط في حدود المروحة. هكذا كما ترون. ثم باستعمال كوية اللحام الساخنة أو أي أداة متوفرة لديك سوف نبدأ بعملية القص طبيعة اللحام حتى تصير العلبة الخاصة بنا بهذا الشكل الذي ترونه كذا. ثم نقوم بعمل أربعة ثقوب هنا في الجوانب كما ترون، ثم باستعمال بعض البراغي مع السدادات الخاصة بها سوف نقوم بتركيب البرغي هنا، ثم نقوم بإدخال المروحة من هذا الثقب، ثم باستعمال السدادة سوف نقوم بعملية الإغلاق. إذن حتى يتم تثبيت المروحة بشكل جيد كما تلاحظون. بعد ذلك نضع المروحة جانبا، ثم نأتي بالعلبة ونأتي أيضا بالأنبوب، ثم باستعمال القلم سوف نحاول وضع خط في الجانب، ثم باستعمال أداة التلحيم نقوم بعملية القص حتى يصبح الثقب بهذا الشكل. ثم نأخذ الأنبوب الخاص بنا نقوم بإدخاله قليلا هكذا، ثم باستعمال الغراء سوف نقوم بسد الجوانب إذن حتى تصير بهذا الشكل كما ترون. بعد ذلك سوف تأتي مرحلة إمداد هذه المروحة بالطاقة. كيف ذلك؟ نحن بحاجة إلى هذا الموصل الكهربائي أو يمكنك توصيل تيار مباشرة على حسب ما تريد. على العموم سوف أقوم بعمل ثقب صغير هنا بالأعلى، على هذا الشكل كما ترون. بعد ذلك هذا هو الرأس الخاص بتوصيل الطاقة، سوف أقوم بإدخاله هنا من الداخل في هذا الثقب، ثم أقوم بعمل القليل من الغراء حتى تصير القطعة بهذا الشكل، يمكن ربطها بالتيار الكهربائي بسهولة. بعد ذلك نقوم بعملية الإغلاق وهذه هي القطعة قد صارت جاهزة. بالنسبة لإمدادها بالطاقة فأنت بحاجة إلى شاحن 12 فولت، ثم لهذا الرأس تقوم مباشرة بتركيب السالب مع السالب والموجب مع الموجب. بمجرد تركيبه هنا سوف تبدأ أداة شفط الدخان بالعمل. بطبيعة الحال فهذه الشواحن فهي تعطي تيار مستمر، أما إذا أردت استعمال محول للتيار المتناوب، إن لم تكن تعرف الفرق بين التيار المتناوب والمستمر سوف أضع لك رابط في صندوق الوصف يشرح لك ذلك. إذا أردت استعمال هذا النوع من المحولات فأنت بحاجة إلى هذه القطعة البسيطة جدا التي تقوم بتحويل التيار من المتناوب إلى المستمر، سوف أضع لكم أيضا رابطها في صندوق الوصف
ذلك لتشغيل هذه المروحة باستعمال المحول العادي. ولدي هذه القطعة التي وجدتها في الخردة، سوف أضيفها أيضا هنا. هذه فقط تبقى اختيارية، فقط من أجل تزيين هذه الأداة. سوف أقوم بوضع قليل من الغراء. والآن هذا هو الشكل النهائي لأداة شفط الدخان كما ترون، بعدما قمت بالاعتناء بها قليلا باستعمال الشريط اللاصق الأسود حتى تبدو احترافية أكثر. على العموم، بمجرد تركيب هذا الرأس في مكانه تبدأ هذه الأداة بالعمل. والآن سوف نبدأ بتجربتها. كما ترون هذه هي أداة التلحيم، فهي تصدر دخان كثيف جدا. سوف أقوم بتركيب السلك. كما ترون تم امتصاص كل الدخان بقوة عالية جدا، بحيث لم يظهر أي دخان. بمجرد إيقافها سوف يبدأ الدخان بالظهور مرة أخرى. ومن أجل اختبار مدى قوتها، لدي هنا ولاعة. سوف أقوم بتركيب السلك، ثم لاحظوا معي هذا هو الأنبوب. كما ترون النار فهي مشتعلة، مجرد اقترابها. في الختام إخواني، من فضلكم إذا أعجبتكم حلقة هذا اليوم لا تبخلوا علي بالنقر على زر لايك. وينبغي التنبيه مرة أخرى أنه إذا كنت شخص يستعمل أداة التلحيم بشكل كثير جدا، فأنصحك بصنع هذا الجهاز من أجل سلامتك وسلامة صحتك، لأن ذلك الدخان فهو سم جدا. إلى هنا إخواني، لا يبقى لي سوى أن أودعكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.